السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار الواحدة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: الحملة الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر الجاري تدرك يومها 18 بتجمعات شعبية ولقاءات جوارية لعرض برامج المترشحين استمالة لأصوات الناخبين. في روبورتاجاتنا التنموية، ولاية والمدية تتدعم بجملة من المشاريع في قطاع الموارد المائية ضمن مخطط استعجالي، وتجهيزات طبية حديثة تتعزز بها 19 عيادة جوارية بولاية توغورت. بفلسطين المحتلة، شهداء وجرحى في قصف صهيوني همجي متواصل على غزة، وكاميرا التلفزيون ترصد عملية انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقطاع. ضمن فعالية الألعاب البارالمبية، الجزائر تعزز رصيدها من الميداليات بعد إحراز ليندا حمري وأحمد محمد. المستهل بملف رئاسيات 7 سبتمبر الجاري، حيث أدركت الحملة الانتخابية يومها 18 بتنشيط المترشحين وممثليهم لعدة تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لعرض وشرح برامجهم الانتخابية. مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف نشط تجمعين شعبيين بكل من الصيف وبرج بوعريريج ولقاء جواريا بولاية البويرة. زكريا مهوبي. التأسيس لنهج اقتصادي جديد يجعل من المدن ذات الحركية الاقتصادية أقطابا صناعية تحكمها قوانين خاصة، هو ما صرح به من صيف المترشح عبد العالي حسن شريف. نحن في ولاية سطيف، ولاية عندها أبعاد اقتصادية وعندها أبعاد فلاحية وعندها أبعاد سياحية، ولاية سوق كبرى لكل المنتجات، ولذلك من اهتماماتنا ومن إصلاحاتنا أن نجعل بعض الولايات وبعض المدن مدن اقتصادية بقوانين خاصة. والعالم المتقدم وبعض الدول التي أخذت على عاتقها تطوير التجارة وتطوير التبادل الحر وتطوير الاستثمار ومنح فرصة للصناعيين ومنح فرصة لكل الذين يريدون المبادرة إلى خدمة وطنهم، من تشكيل ولايات أقطاب، ولايات اقتصادية لها شروط خاصة في الاستثمار ولها شروط خاصة في التجارة. ومن برج بوعريريج فصل مرشح حمص في رؤيته الاقتصادية الهادفة لبناء نسيج صناعي متكامل. هذه التوجهات وهذه الفرصة اللي رانا دايرينها هي من أجل تكريس إصلاح اقتصادي عميق، من خلاله نشجع المستثمرين ونشجع الصناعيين على توسيع النسيج الصناعي وجعل هذا النسيج خادم للوطن وجعل هذا النسيج نسيج يساهم في النمو ويساهم في الدخل الخام ويساهم في أن المؤسسات تعود منتجة للثروة وموفرة لمناصب الشغل. وعندنا هذه الولاية راهي معروفة ولاية قطب صناعي إلكتروني. احنا في توجهاتنا الكبرى أننا نعتمد في توزيعنا وفي إصلاحنا الإداري وإصلاحنا الإقليمي اللي حابين نتوجه به للبلاد، بأننا نحيي بعض المدن نجعلها مدن اقتصادية وأقطاب اقتصادية. ومن ولاية بويرة أكد حسن شريف على ضرورة الإصلاح الاقتصادي. فرصة أمامنا لا نضيعها يوم 7 سبتمبر، نروح وننتخبوا من أجل أن نعطي البلد نفس جديد، نعطي تجديد، نعطي تغيير، نعطي إصلاح، ونجعل هذه الفرصة فرصة نجسد فيها كل هذه المعاني، معاني الإصلاح السياسي، معاني الإصلاح الاقتصادي، معاني الإصلاح التنموي، معاني الإصلاح الاجتماعي. مرشح حركة مجتمع السلم صرح بأنه يخوض حملة انتخابية نظيفة تقدم الحلول وتطرح البدائل. أما مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش فقد نشط تجمعا شعبيا بولاية بومرداس، تابعته سونيا غاسيا.
تحقيق النهضة في جميع المجالات وفقا للسياقات الدولية والراهن الإقليمي من النقاط التي ركز عليها المترشح يوسف أوشيش والتي تحتاج حسبه لتكثيف الجهود بين الشعب الجزائري لتحقيقها. مبدأ تكريس السيادة الشعبية وإصلاح عميق سياسي ومؤسساتي مع إعادة بعث المشروع النهضوي الوطني في كل المجالات سواء الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، آخذين بعين الاعتبار السياق الإقليمي والدولي الذي نعيشه اليوم كدولة وطنية والتحديات التي يجب أن نرفعها نحن كجزائريات وجزائريين بصفة جماعية لضمان ديمومة الدولة الوطنية وللدفاع عن مقوماتها، كل مقوماتها دون إقصاء أي مقوم من هذه المقومات التي تصنع الشخصية الجزائرية والتي تصنع تاريخنا الذي يضرب في أعماق العصور. مشروعنا الرئاسي رؤية، مشروع يطمح لبناء جزائر مغايرة مما هي عليه حالياً، جزائر مغايرة مما هي عليه على المستوى السياسي والمؤسساتي، جزائر مغايرة مما هي عليه على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والثقافي، جزائر تكون بقدر من القوة ما يمكنها بإحباط عزائم كل من تسول له أنفسهم أن يزعزعوا أو يضربوا استقرار أو وحدة هذه الأمة الغالية وهذا البلد العزيز على القلوب. من ولاية بومرداس يواصل مراشح لافافاس في عرض برنامجه الانتخابي على المواطنين، حيث أكد أن مشروعه الرئاسي قادر على تحقيق آمال الجزائريين. أما مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون فقد نشط تجمعات شعبية بكل من باتنا، بسكرة وتبسة، حضرها أحمد خير الدين. من عاصمة الأوراس باتنا كان للجيش الأبيض والمواطنين موعد مع تجمع نشطه إبراهيم الراد الذي استعرض أبرز المحاور التي يستند عليها برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون، لأنه يؤمن بأن هذه الولاية المجاهدة لضحاك في جميع الأوقات أخذ على عاتقه أن يخرجها من عزلتها. والمشروع الأساسي اللي حقه هو هذه السكة الحديدية ما بين خنشلة وعين البيضاء والذي أنجز في ظرف وجيز جدا، لأنه يريد أن كل الجزائريين تكون لهم نفس الفرص، تكافؤ الفرص، ويحسوا روحهم بأنهم ينتميوا إلى منطقة واحدة. إذن علينا جميعا أن نسعى حتى نمكنه من مواصلة مشواره الذي كله لصالح الجزائر ولصالح الجزائريين. ومن بسكرة نشط مرات تجمعا شعبيا أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية لمواصلة البناء والتشييد. كلكم قناعة أن هذا الرجل يستحق الدعم، يستحق أن نكون معه لواصل مسيرته لجعل الجزائر الجديدة شعار حملته الانتخابية في 2019 يجعلها دائما تنتصر. اليوم كان رقمنا وكاين ما يسمى بالمسح الشامل لكل المناطق، لكل الأراضي، كل هذه الثروة، وكان إنجاز حظائر صناعية ومناطق صناعية ومناطق الأنشطة وبمساهمة من الولايات والبلديات مناطق مصغرة للأنشطة. إذن كل هذا لتمكين كل من يريد أن ينجز في قطاع أو آخر في مجال آخر، أن يمكن شبابنا من العمل،
وأن ينتج ما كنا نستورده من قبل. ومن ولاية تبسة شرح مراد المحاور الأساسية لبرنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون من أجل جزائر منتصرة. مستوى الولاية على المستوى المحلي. في خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، انضمت الجزائر رسميا إلى بنك البريكس بعد موافقة مجلس محافظي البنك الجديد للتنمية NDB التابع لمجموعة البريكس، مما يجعلها الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك حسب ما أفاد به بيان لوزارة المالية. وقد تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية المنعقد أمس في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وجاء انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة التي تعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس نتيجة تقييم صارم لقوة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته في السنوات الأخيرة، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني ويصنفه كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا، حيث سيفتح هذا المكسب آفاقا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المديين المتوسط والبعيد من خلال تمويل مشاريع التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية. ترقية للصادرات خارج المحروقات، وبعد تحقيق الاكتفاء المحلي، تمكنت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية فرع مجمع سون الغاز من تصدير أزيد من 430 عمود شحن كهربائي للسيارات الكهربائية نحو كل من ليبيا وإيطاليا، وهي أول عملية من التصدير لهذا النوع من الأعمدة الخاصة بالشحن الكهربائية، وذلك بفضل تنافسية المنتج وخضوعه لكل متطلبات السلامة والمقاييس العالمية. وتسعى الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية فرع مجمع سون الغاز إلى تصدير شحنات أخرى إلى دول أوروبية بعد إبرامها عقودا بلغت مراحل متقدمة من المفاوضات. ضمن المخطط الاستعجالي الرامي إلى تحقيق الأمن المائي، استفادت ولاية المدية من عدة مشاريع هامة على غرار منشآت تخزين وتحويل المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى إنجاز 170 منقبا مائيا. المتابعة لمحمد عياشي. هذه إحدى الورشات المفتوحة، يتم إنجاز إحدى المنشآت التخزينية بسعة 10,000 متر مكعب. يتم إنجاز مشروع خزان مائي بسعة 10,000 متر مكعب بهذه المنطقة، ليضاف إلى 20,000 لتصبح طاقة تخزين 30,000 متر مكعب على مستوى منطقة الصباح. وهذا المشروع اللي سيسمح أولا بضمان تخزين المياه الصالحة للشرب لتزويد بلدية البرواقية، هذا من جهة. من جهة ثانية هذا المشروع سيسمح بتحويل المياه إلى مدينة المدية انطلاقا من نظام كودية السردون، بالإضافة إلى استمرارية خدمة نظام كودية السردون حتى المناطق الجنوبية للولاية. لم تكن مهمة تجهيز الأرضية سهلة بالنسبة للعمال، فكان عليهم أولا تكسير الأحجار الداخلية. لقينا بعض الصعوبات، هو أن الأرضية وجدنا الأرضية مش تيران مابل، وجدناها روش، رنفرسينا الآليات بالبريز روش، كان بريز روش واحد، ولا عندنا دركا تروا بريز روش. هذه ورشة أخرى لتجهيز نظام تحويل جديد يصب مجراه في خزان جديد أيضا يتم بناؤه بسعة 5,000 متر مكعب. كانت الانطلاقة شوية فيها يعني هنا ضيقة، ولكن الآن يعني عندنا أجل تاع مشروع
تاع 3 أشهر إن شاء الله عندنا مسافة تاع 3.9 كيلومتر. فبالرغم من تباعد أيام الحصة المائية حاضرا إلى أن هذه الأخيرة ستتقلص مدتها تدريجيا مستقبلا حتى الاعتدال. السنوات الماضية كانت سنوات معاناة، وين كنا نوصلنا حتى ل 15 يوم، وكاين في بعض الحالات وين حتى 20 يوم باش نزودوا مياه الشرب. اليوم الحمد لله وصلنا الى ان 5 أيام 6 أيام، وكاين في بعض الاحيان وين حتى 3 أيام، وهذه جراء المشاريع التنمويه اللي انجزت واللي راها تنجز كذلك. مع المشاريع يعني المشاريع التنموية من خلال خزانات حي أول نوفمبر بقدرة استيعاب 4000 متر مكعب، ومشروع جبل صباح بقدرة استيعاب 10000 متر مكعب، ومنطقة الفرناء بقدرة استيعاب 5000 متر مكعب، وإن شاء الله نستبشر الخير لتأمين هذه المادة الحيوية لساكنة منطقة البرواقية وولاية المدية عامة. بناء سلسلة خزانات مرتبطة فيما بينها بهدف تزويد المواطنين بالمياه حلقة ضمن مشروع شامل يهدف إلى تحقيق الأمن المائي وطنيا. وترقية للخدمات الصحية بولاية تجرت، استفادت 19 عيادة جوارية من عتاد طبي حديث إلى جانب عمليات ترميم وتوسعة لعدة هياكل صحية بالولاية. سهيل بن دانية. تحسينا لخدمات الصحة الجوارية بولاية تجرت، تدعمت عدة مصالح استشفائية بعتاد طبي حديث على مستوى 19 عيادة جوارية. إعادة تجهيز بعض العيادات المؤسسة، من ضمنها كراسي الأسنان، طاولة الأشعة، وكذلك مخابر. المبلغ اللي هو 200 مليون دينار اللي خلينا باش نتم اقتناء 15 سيارة إسعاف، كذلك مبلغ ثاني اللي هو يدخل في عملية إعادة تجهيز أو تجديد التجهيزات الطبية على مستوى العيادات المتخدات اللي هو 100 مليون دينار. ولتكفل صحي أفضل بالمرضى، جهزت مصالح أمراض الكلى بمستشفى الطيبات بأجهزة جديدة لتصفية الدم وعتاد طبي حديث في الأشعة وطب الأسنان. تدعمت المؤسسة بعديد من الأجهزة الطبية، خاصة مصلحة تصفية الدم دياليز، كذلك دعمنا ثاني المؤسسة بعدة أجهزة أخرى خاصة في المخبر وفي مصلحة الأشعة وفي مصلحة طب الأطفال ومصلحة حقن الدم. تجي هنا تريح، تروبوزي، تصفي، تروح، لاقي غدرك، لاقي المهم لاباس. العيادة أخويا احنا بنجوا هنا استقبلونا بكلش. كما خصصت مصالح الصحة عمليات مختلفة لتوسيعة بعض المصالح الاستشفائية وإعادة الاعتبار للهياكل الصحية بالولاية، ومشاريع جديدة لتقريب العلاج من المناطق المعزولة. في قطاع السكن، تم بولاية تميمون تسليم مفاتيح 130 مسكنا بصيغة العمومية الإيجاري على مستحقيها وسط فرحة المستفيدين. عبد الوهاب حيدبي. بطابعها المعماري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، أشرفت السلطات المحلية لولاية تميمون على تسليم مفاتيح سكنات جديدة لمستحقيها من حصة 130 سكن عمومي إيجاري وسط فرحة المستفيدين. صلاحيات فيها دوك دي، الله يبارك، كي فرحتونا ربي يفرحكم، وكي شفتونا في هاد الناس نتاع الهشة ربي يكمل لكم المناوي، والسلام عليكم وتحية الجزائر. اللهم لك الحمد، انا فرحانين بهاد السكنات، والله يجعلها عتبة مبروكة ان شاء الله. السلطات المحلية حرصت على إنجاز سكنات لائقة تضمن للمواطن العيش الكريم. تم ربط الحي بجميع الشبكات الكهرباء والماء والغاز. هذه تندرج ضمن تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير سكنات لائقة في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. لتجدر الإشارة كذلك إلى أن الولاية استفادت من حصة 1000 سكن عمومي إيجاري. بهذه العملية تكون الولاية قد قطعت أشواطا كبيرة في تجديد البرنامج السكني المقدم لها ومن مختلف الصيغ.
بغية تشجيع الاستثمار الفلاحي واستكمالا للمشاريع في الفترة الممتدة بين 2024 و2027، أشرف اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة على لقاء وطني مع المستثمرين المستفيدين من أراضي فلاحية في إطار حق الامتياز بالجنوب بمشاركة أكثر من 430 متعاملا. اللقاء يهدف أيضا إلى تشجيع المستثمرين على الانخراط في البرنامج الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية. فيه 300,000 هكتار للزراعات الزيتية، 300,000 هكتار. عبالكم الهدف تاعنا هو بها نوصل ننجز الزيت المائدة تكون جزائرية من يعني من الزراعة تاعها إلى الاستهلاك تاعها. سنة 25 هي آخر سنة للجزائر تستورد فيها القمح والصن، آخر سنة. العام وصلنا حققنا يعني 80% من مستوى الاستهلاك الوطني. في أحوال الطقس، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بتساقط أمطار رعدية مصحوبة محليا بحبات البرد على ولايات جنوب وغرب البلاد ابتداء من ظهيرة اليوم، وتشمل هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي ولايات برج باجي مختار إنقزام وتمنرست، حيث ستتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و40 مليمترا، وهذا بداية من الساعة 3 زوالا من نهار اليوم إلى غاية الساعة 3 من صباح يوم غد. كما تخص هذه النشرية أيضا ولايتي النعامة وسعيدة إضافة إلى شمال ولاية البيض وجنوب ولاية تيارت، حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 مليمترا، وهذا بداية من الساعة 4 مساء من نهار اليوم إلى غاية الساعة 1 من صباح يوم غد. في ملف الصحراء الغربية، دقت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة ناقوس الخطر جراء ممارسات الاحتلال المغربي بالسواحل البحرية للصحراء الغربية وما ينتج عنها من أضرار للبيئة وما يمثله من انتهاكات لحقوق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية، وذلك في أعقاب رصد سفينة منذ حوالي شهرين بميناء مدينة الداخلة المحتلة، يدعي المغرب أن مهمتها علمية إلا أنها في الحقيقة تقوم بمهام أخرى غير معلنة تهدف إلى تغيير معادلات التوازن البحرية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد ليلة أمس 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف قوات الاحتلال الصهيوني لمنزل في منطقة التوبة بمخيم جبلية، وفي قصف مماثل على حي التفاح استشهد وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين، ليرتفع عدد الضحايا في ليلة واحدة إلى 67 شهيدا وعشرات الجرحى. وفي الضفة الغربية، يتواصل عدوان جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي، مخلفا العديد من الإصابات والاعتقالات. والعدوان الصهيوني الوحشي أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة بالقطاع على غرار شلل الأطفال الذي انتشر بشكل واسع، وبعد الجهود الأممية والدولية انطلقت حملة التطعيم ضد المرض عبر عدة مراكز شمالي وجنوبي القطاع. مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد رصد لنا العملية. لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وبعد جهود أممية ودولية مضنية، انطلقت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، سيستفيد منها أكثر من 650 ألف طفل بكافة المحافظات شمالا وجنوبا، وذلك بعد أن تم تسجيل أول حالات خلال الأشهر الماضية بدير البلح وسط القطاع، ما يمكنه أن يتسبب بتفشي المرض بين الأطفال.
في ظل انتشار الأمراض وتكدس عدد النازحين وانتشار المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي في الشوارع، هذا بشكل خطر كبير على أطفالنا. اليوم جيت وأعطيته الجرعة الأولى، وبعد 4 أسابيع إن شاء الله في جرعة ثانية، وهيك إن شاء الله بكون أخذ الجرعة كاملة اللي ممكن تقيه من أي أمراض لا سمح الله ممكن تصيبه. بس كنت خايفة من طبعا مرض شلل الأطفال هذا اللي انتشر جديد، كنت خايفة منه وكنت متوترة، وكان الوضع صعب عندنا لأن عندي كمان 3 أخوات الصغار، وكنت خايفة عليهم من الصرف الصحي اللي كان حوالينا، وخايفة على يعني على صحتهم كتير. عملية التطعيم جاءت عبر إعلان رسمي من قبل وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إضافة إلى منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية، مخصصين عدة مراكز بشمالي وجنوبي القطاع بعد أن فرضوا على الاحتلال هدنة خلال ساعات النهار في المناطق التي يتم فيها عمليات التطعيم للسماح لآلاف النازحين من إعطاء أطفالهم اللقاح. التحديات التي نخشاها هي الصعوبات الميدانية على الأرض في التنقل وسهولة الوصول إلى الأماكن، وطبعا التخوفات الأمنية التي قد تعيق تحركات بعض الفرق في المناطق المصنفة غير إنسانية. فظروف العدوان التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي كانت المسبب في تفشي العديد من الأمراض المعدية والوباء بين الأطفال وحتى الكبار، وزاد من حاجة الفلسطينيين إلى دخول الأدوية اللازمة لهم، كما ينتظر أكثر من 25,000 مريض وجريح فتح المعابر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع. أنا ماليش علاج في غزة، نفسي أسافر أتعالج برا غزة، وأنا علينا حصار والمعابر مسكرة. فتفشي الأمراض بين الفلسطينيين هي من بين أسلحة الاحتلال التي اخترق فيها القانون الدولي والإنساني، ولا تقل فتكا عن القذائف والصواريخ التي ألهبت أجساد الشعب الفلسطيني طوال أيام العدوان. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. إلى أخبار الرياضة، وفي فعاليات الألعاب البارالمبية ميدالية برونزية تضاف إلى رصيد الجزائر، أحرزتها اليوم ليندا حمري في منافسة ليصبح رصيد الجزائر 3 ميداليات بعد ذهبية نسيمة صيفي في رمي القرص فئة F57 وبرونزية أحمد محيدة في رمي الصولجان فئة F32. من جانبه تأهل مساء اليوم في حدود الساعة 6:56. واحد الإحساس ما نقدرش نوصفه، هي ميدالية برونزية لكن طعم تحاره بميدالية ذهبية. بعد العودة تاعي كانت عودة من بعيد، بعد الولادة تاعي ما كانتش حاجة سهلة، البريباراسيون تاعي سيتي فريمون دور، كانت ديفيسيل، لكن الحمد لله الثقة اللي درتها في روحي وبلا ما ننسى الكوتش تاعي، هو اللي كان السند تاعي الأول اللي كان ينكوراجي فيا، والحمد لله الثقة اللي دارها فيا والثقة تاني اللي دارتها فيا الفيدرالية والدولة الجزائرية، الحمد لله قدرت أني دائما نكون فوق منصة التتويجات. هذا وبعد حلوله ثالثا في منافسة رمي الصولجان فئة F32 تسلم اليوم المزيد من التألق للنخبة الوطنية الرياضية وحظ موفق في ما تبقى من المنافسات اليوم. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بالعناوين. الحملة الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر الجاري تدرك يومها 18 بتجمعات شعبية ولقاءات جوارية لعرض برامج المترشحين استمالة لأصوات الناخبين. في ريبورتاجاتنا التنموية تابعنا ولاية المدية تتدعم بجملة من المشاريع في قطاع الموارد المائية ضمن مخطط استعجالية، وتجهيزات طبية حديثة تتعزز بها 19 عيادة جوارية بولاية تجورت. بفلسطين المحتلة شهداء وجرحى في قصف صهيوني همجي متواصل على غزة، وكاميرا التلفزيون ترصد عملية انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقطاع.
ضمن فعاليات الألعاب البارالمبية، الجزائر تعزز رصيدها من الميداليات بعد إحراز ليندا حمري وأحمد. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.